إنه هيدي الأيام في انخفاض كبير بدرجات الحرارة، إلا هات لنشوف أخصائية التغذية ماريبال حرف حتى تخبرنا إذا مزبوط في علاقة بين المأكولات وشعورنا بالدفى. بوجود درجات الحرارة المتدنية كتير وبعض المناطق عم نشهد درجات صفر وتحت الصفر والبرد القارس اللي عم نعيشه بهذه الفترة اللي حتمتد لأسبوعين أو ثلاثة، حتى مهم كتير نحافظ على حرارة جسم معتدلة ودافئة. أول شي لنطفى لما نكون عم نحس بكتير برد، تاني شي لنقوي المناعة عنا، وبالتالي كل ما كان جسمنا بارد كل ما الفيروسز والبكتيريا بحسوا إنه قادرين يعيشوا أكتر وأهون بجسمنا. فمهم إنه نحافظ على درجات حرارة دافئة بجسمنا كرمال نبعد عنا هيدي الأمراض، الجريبات، نزلات البرد، الرشح، الكورونا وغيرها. واسترسلنا بحديثنا مع ماريبال يلي حبت تخبرنا بداية عن المشروبات الساخنة. أكيد أول شيء عنا المشروبات السخنة، عم نحكي عن كأكل، عن الشوربات كلها بكل أنواعها، شوربة خضرة، دجاج، عدس، عدس بحامض، شوربة البطاطا، شوربة اللقطين. حتى الدراسات بيّنت إنه إذا بنزيد على الشوربة الفاصوليا البيضة هذا الشيء بيخلي يصير في عنا طاقة خلال نهارنا أكتر، وكل ما في طاقة بجسمنا كل ما أكيد جسمنا بيكون حامي ودافئ أكتر، خاصة إذا زدنا عليهم التوابل الحار الكمون، هذا الشيء كتير بيساعد إنه نكون عم ندفى أكتر مندفي أكتر جسمنا. أما بخصوص النشويات فهيك قالت لماريبال. ايضا عندنا النشويات خاصه البطاطا الحلوه او البطاطا العاديه فينا نكون عم نشويها منيح ونتناولها سخنه. اول شيء النشويات بتزيد الطاقه بجسمنا مثل ما قلنا بندفى اكثر، وبلاس البطاطا لانها نشويات هذا الشيء بيخلي يكون في عندنا طاقه لوقت اطول بالجسم، ولانها مشويه سخنه اكيد السخن حيدفي جسمنا. والفيتامين اي الموجود مثلا بالبطاطا الحلوه كمان بيعطي طاقه للجسم. اما ايضا من النشويات اللي فينا نكون عم نتناولها فينا نكون عم ناكل البوب كورن او البوشار او الذره المشويه، عرنوس الذره المشويه او البوب كورن، لانه النشويات ما كتير بيزيدوا من الوزن وبذات الوقت بيعطوا طاقه للجسم خلال النهار كله، وبالتالي بيكون عم بيعطوا الدفء لجسمنا. بما انه بفصل الشتاء كنا نتناول الفواكه المجففه فاكيد سالناها لماريبال اذا هي بتساعدنا على الشعور بالدفى. من الفواكه اللي فيها نكون عم نتناولها عندنا الفواكه المجففه كلها الكونه بتحتوي على كميه عاليه من السكر لانها concentrated بالسكر، والموز، الموز بيحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بيشتغل على الغدد الأساسية لتكون عم تعمل هذا التوازن بالحرارة بالجسم، فمهم إنه نكون عم نتناول الموز. أكيد غير الأشياء اللي بتعطي الدفء للجسم مهم نحكي عن الأشياء اللي بتعطي المناعة. لما نحكي عن المناعة بنحكي عن الفيتامينز كلها والمعادن الأوميغا 3 والأوميغا 6، يعني فيها نكون عم نتناول الأسماك مثل السالمون والساردين اللحومات، مهم إنه نكون عم ناخد كتير من الفواكه والخضرة، الخضرة خاصة الإسبانية غالي روكا السلق، يعني فيها نكون شوربة العدس اللي عم نعملها نكون عم نضيف لها السلق تصير عدس بحامض. ايضا فينا نكون عم نزيد العصير، عصير الليمون الحامض على كل المأكولات، الثوم الزنجبيل، ايضا الكركم فينا نكون عم نضيفه على كل المأكولات او الطبخات يلي عم نحضرها، واخيرا اللوز اللجوز المكسرات النيه كلها فينا نكون عم نتناولها مع الفواكه المجففه بتعطي طاقه دفء ومناعه اقوى للجسم.